بعد أن التقى سيباستيان والدته مغمى عليها في الجبل، تمكن مع جده سيزال من نقلها إلى الكوخ المأوى، حيث حاول الجميع الاعتناء بها ولكن دون جدوى. حالتها الصحية كانت تستدعي طبيبا، فاقترحت أنجلينا أن يبعثوا برسالة إلى طبيب القرية وضعوها في وشاح لها حول عنق الكلب بيل. سيباستيان، ماذا؟ الكلب الشرير؟ ها هو هناك. أرجو. قالوا إن الكلب ظهر في البلدة ونمسك به. هيا. أوه، هذا صحيح، إنه الكلب الشرير، سوف يهاجمنا. إنه قادم نحونا. أنا خائف، سوف يهاجمنا. إلى أين سنهرب؟ هو قادم، إنه ينبه علينا. أنا خائف أن نجد. لا تقلقوا، ابتعد. نجونا. شكراً يا كلب سيباستيان، شكراً. لكن كيف سنصعد من هنا؟ كان الأمر سهلاً عندما نزلنا، لكن كيف سنصعد؟ جابرييل، أنطوني، بيير،
المستحيل علينا أن نجدهم في هذه الجبال. سوف نستمتع بالحصول على مرطب لذيذ بعد أن نجد الأولاد. لم يعلم أحد. إنه الكلب. الكلب. الكلب الشرير. الكلب الأبيض الشرير. إنه الكلب الشرير. سوف يعضنا. أنجدونا بسرعة. النجدة. ماذا؟ الكلب الأبيض الشرير. النجدة. إنهما على حق. إنه الكلب الشرير. هيا بنا. حاضر سيد. هذه قبعة بير. إنه يحمل القبعة. ماذا؟ توقف 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 أيها الكلب الشرير. توقف. تبا، هذا غير ممكن. ساعدوني بسرعة. هيا طاردوه. سيدي، يبدو أنه يريد أن نتبعه. تبا، هذا غير ممكن. ساعدوني ساعدوني بسرعة. أين الكلب الشرير؟ إنه ما زال بانتظارنا. هيا طاردوه. أمسكوه. نعم سيدي. توقف 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 أيها الكلب. توقف أيها الكلب. توقف 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 أيها الكلب. لا أستطيع أن أركض أكثر. إنها القبعة التي كان الكلب الشرير يحملها. أنا متأكد أنها تخص بيير. ماذا؟ لكن لماذا هنا؟ أنا أشتغل. سوف تجرفهم المياه. يجب أن نسرع بانتشالهم. حسنا، سأنزل أنا. الكلب هو الذي أخبركم عن مكاننا؟ الكلب انقذني من الغرق في هذا الطيار. انتشلوا من الماء وعاد وحملنا على ظهري. كنا متنا لو لم يساعدنا الكلب. هذا الكلب ليس كلبا شريرا. هذا صحيح يا أبي، إنه كلب طيب. فهمت، الكلب قام بإنقاذكم. نعم، الكلب الشرير أنقذكم. هيا سنبدأ بانتشالكم. اصعدوا بسرعة. أيها المفتش، حصل حادث رهيب. ماذا؟ سيدي، الكلب الأبيض الشرير كان يركض مسرعا باتجاه القرية. ماذا؟ الكلب الشرير اتجه نحو القرية؟ اسكت يا ايتها الهررة. الكلب. يا الهي، انه الكلب الشرير. ماذا؟ الكلب الشرير؟ نعم نعم، انه الكلب الشرير. الحقوا به.
إنه فوق. أين هو الكلب الشرس؟ إنه فوق يا المفتش. لن أدعك تفلت مني هذه المرة. أرجوكم انتبهوا وأصغوا إلي جميعا. أيها الناس، كما تعرفون الكلب الشرير عاد إلى قريتنا ثانية. لقد ذهب إلى معظم أنحاء أسبانيا ثم عاد إلى هذه القرية من جديد. أعدكم أنني سأعتقل هذه المرة. خطابك يكفي، هيا بنا نذهب ونعتقل الكلب الشرير. نعم هذا صحيح. توقفوا، أنا بانتظار التعليمات من المكتب الرئيسي. هل سيعود الكلب فعلا أيها العجوز سيزال؟ طبعا بل سيعود، أنا متأكد من ذلك أمي، بل سوف يعود قريبا وبسرعة. وعليك الشرير. أيها المفتش، أيها المفتش، الكلب ليس كلبا شريرا. ماذا تقصد؟ لقد أنقذني من الغرق في النهر. هذا صحيح، أنا لست شريرا. لا تكونا سخيفين، لكن هذه هي الحقيقة. إنه ليس شريرا، أنا متأكد. هذا يكفي، لقد أقلقتمونا كثيرا والآن تقولون إنه ليس كلبا شريرا كما كان يقول سيباستيان. هيا اذهبوا إلى منازلكم. هيا اذهبوا من هنا، اذهبوا إلى المنزل. كلا، إنه ليس كلبا شريرا. اخرسوا. ماذا يجب أن نفعل؟ لنخبر السيد غيوم بالأمر ونطلب منه أن يساعدنا. نعم سوف يساعدنا بالتأكيد، إنه إنسان لطيف. يا إلهي ماذا؟ لقد أخفتموني. أصغي إلينا يا سيد غيوم، أرجوك ساعد بال. ماذا بكم؟ لقد أنقذنا من الغرق. لا تسرعوا بالكلام، أخبروني على مال بما جرى. ليس لدينا الوقت الكافي، هيا تعال أسرع. هيا توقفوا توقفوا، لا تقصوا علي. توقفوا هيا أرجوك أيها سعد بل. هيا الكلب، إنه يسخر منا، تبا له. نعم لنطلق النار عليه. لا داعي للعجلة، إنه الآن كالفأر في المصيدة. سيد ليون لحظة من فضلك. هذا أنت يا دكتور؟ تمهل قليلا يا سيد ليون، حاول أن تسمع ما يريد الأولاد قوله. هذا صحيح. اسكتوا أيها الأولاد. يقولون إن الكلب ساعدهم اليوم عندما ضاعوا في الجبل. تبا لهم، نحن من ساعدهم. نعم الكلب هو الذي أحضركم إلينا. إذا كنت لا تصدقون أسأل أبي. أيها المفتش، لما لا ترسل في طلب السيد مارسيل ونسأله عما جرى. لسنا بحاجة إلى ذلك. في الواقع يبدو أن الكلب الشرير ترك لنا قبعة بيير عن قصد.
لا تصدق. إذا كنت لا تستطيع إطلاق النار علي فسأفعل ذلك بنفسي. كلا طفلة، ابتعدوا عن طريقي. الكلب يحمل وشاح أنجلينا. اختبئ يا دكتور غيوم، إنه كلب شرير. انتظروا قليلا، الوشاح الذي على عنق الكلب هو وشاح أنجلينا، متأكد من ذلك. هل أنت متأكد يا دكتور غيوم؟ طبعا أنا من أهدى إياه، انظروا إنه نفسه، أنا أكيد من ذلك. نعم إنه نفس الوشاح، أنا متأكد من ذلك. هذا يعني أن أنجلينا هو أنت يا دكتور. هذا غير مهم الآن، لابد أن أنجلينا تريد إخبارنا بشيء ما حتى أرسلت الوشاح. كارامانيول أحضر المنظار. حاضر سيدي. إنه مربوط جيدا برقبته. الكلب لا يمكنه أن يفعل ذلك بنفسه. طبعا لا، سوف أنزعه عن رقبته. لا، سوف يعضك. لو كان كلبا شريرا لهاجمنا منذ وقت طويل أيها المفتش. ربما، لكني لن أدع أي مواطن يتعرض للأذى، هذه هي من واجباتي. لا تقلق، دع الأمر لي، أنا واثق مما أفعل. الأفضل ألا تقوم بذلك. اهدأ، أنت كلب طيب. أنا صديق سيباستيان وأنجلينا. سيباستيان، أنا أعرف سيباستيان، هل تفهمني؟ سيباستيان هو صديقي وأنا أحبه كثيرا. كلب طيب بالفعل. رسالة. أيها المفتش، يوجد رسالة بداخله. رسالة؟ رسالة من قائد حراس الجبل أيها المفتش. من قائد حراس الجبل؟ ماذا يقول فيها؟ والدة سيباستيان مريضة جدا في الكوخ المأوى، في حال عدم التمكن من الذهاب إلى هناك يريدني أن أعطي الدواء لبيل ليأخذه إلى الكوخ. هذا غير ممكن، الكلب سيقوم بذلك. إنه ليس كلبا شريرا، قلت لكم ذلك. سيباستيان كان على حق، هذا الكلب كلب أليف. توقف أيها المفتش. أبي أخبره بالحقيقة. تمهل، الأولاد يقولون الحقيقة، أنت كنت هناك أيضا أيها المفتش، الكلب هو الذي أرشدنا إلى مكان الأولاد. لكن نحتاج إلى برهان يا سيد مرسل. كنا نبكي لأنه لم يكن بإمكاننا العودة. كنت أغرق عندما شاء الكلب وساعدني. لقد أخذ قبعتي أيضا. أيها المفتش، أنا أصدق ما قاله ولدي، كانوا سيموتون لولا مساعدة الكلب لهم. هذا يعني أنه كلب رائع ينقذ أرواح الناس. هذا صحيح أيها المفتش. سامحنا، كنا نعتقد دائما أنك كلب شرير. شكرا جزيلا لك لأنك أسعدتنا. أبي. طبعا طبعا، أشكرك، لقد أنقذت حياة ابني، أنا ممتن لك. طبعا. هل ما زلت تعتقد أن هذا الكلب هو كلب شرير؟
لست أدري بعد يا سيد مارسيل. لنتسلق الجبل بسرعة، يجب أن نذهب لمساعدة والدة سيباستيان. نعم نعم، يجب أن ننقذ حياة المرأة أولا. هيا يا بيل. سوف تكون بخير. لقد تأخروا. مضى وقت طويل. كان يجب أن يكون قد عاد في هذا الوقت. ربما كان يجب أن لا أصدق بيل. لا تقلق، بل كلب ذكي سوف يعود إلينا. لا فائدة، ادخل بسرعة، هيا. أنجلينا، عرفت أنك أنت المعنية في الأمر حال رؤية الوشاح. أعرف. لا يكفي ذلك، هيا وألقي نظرة على إيزابيل. طبعا تفضل. النبض طبيعي لأنكم وفرتم الدفء لجسدها بالسرعة. دكتور ستكون بخير. نعم يا سيباستيان، لا داعي للقلق بعد. شكرا لك يا دكتور، شكرا. يجب أن تقول ذلك لبيل، ألا تعتقد ذلك أيها المفتش؟ هذا صحيح، بيل فعلا كلب رائع. لا، بعد الآن لن يناديه أحد في القرية بالكلب الشرير. حقا؟ هل هذا صحيح؟ طبعا، أنا أضمن لك ذلك يا سيباستيان. أليس هذا جميلا يا بيل؟ تتخذلني. تمكن بيل من إحضار الطبيب جيوم مجازفا بحياته. إيزابيل ستصبح بخير الآن، واستطاع بيل أن يثبت للجميع أنه ليس كلبا شريرا.